قلنا إن من خصائص اللغات العربية ومزاياها التي هي أعظم مزية لها ويمكن أن تتيه بها وتفتخر على سائر اللغات، أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدى بها الثقلين كانت في ميدان اللغة. ونبهنا أو أردنا أن ننبه على أن اللغة العربية لا تقتصر مزيتها في هذا الميدان على كون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها، وإنما كانت ترافق الدعوة الإسلامية في جميع مراحلها، وكانت تجاهد إلى جانب السيف، فكان جهادها لا يقل أهمية عن جهاد السيف. فقلنا إن سيف خالد بن الوليد وسيف علي كرم الله وجهه كان صداهما يلتقي مع صدى خطب ثابت بن قيس بن شماس وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. ففي الوقت الذي كان يوجه الشعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في ذلك الوقت موضع الشعر من عقول المشركين، والعيب الذي يرد فيه دائما يكون عند المشركين أشد من العيب الوارد في الكلام العادي. فلذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه سيفا مسلولا على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مزيته هنا لا تريد قصيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه لا ينفع في جواب هذه القصيدة قصيدة مثلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم فإن هجوك أشد عليهم من وقع النبي. في الوقت الذي تأتي فيه قصيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتصدى حسان لردها كقوله: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا من الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ففي هذا الوقت لا ينفع إلا هذه الأبيات وأمثالها. وإذا أردنا أن نضع النقاط على الأحرف فلنأتي بمثال من جهاد اللغة وبآخر من جهاد السيف. ففي يوم من الأيام أقبل فريق من المشركين بسيوفهم ورجالهم وخيولهم، وأقبلوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدبوا لمبارزته ثلاثا من فرسانهم، وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة، يطلبون المبارزة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من رجاله بأن يخرجوا لهؤلاء القوم يبارزونهم بسيوفهم. فانتدب لذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلي كرم الله وجهه، وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. نجد فريقا آخر من المشركين قد أقبل بخطبه وقصائده يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفد تميم، فيهم الأقرع بن حابس، وفيهم المرزبان بن بدر، وفيهم عطارد بن حاجب. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء حجراته يريدون إذايته، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد جئناك بخطيبنا وشاعرنا نريد أن نفاخره. فأذن لخطيبنا وشاعرنا، فأذن لخطيبهم، فأقام خطيبهم فقال: الحمد لله. قام خطيبهم، وكان خطيبهم في ذلك اليوم هو عطارد بن حاجب، قال: الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل منها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأشده عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناه، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا تنحينا عن الإكثار. أقول هذا لأن تأتوا بقول مثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. وجلس خطيبهم، فلم ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك،
شجاعا يضرب هذا الخطيب بسيفه، ولو فعل ذلك لما كان أجابه، وإنما انتدب له خطيبا بارعا في اللغة العربية يجيبه بمثل ما أتى به. فقال لثابت بن قيس بن شماس الخزرجي: قم وأجب الرجل. فلننظر إلى خطبة ثابت بن قيس التي أجاب بها الرجل: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فعله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، وكان خيرة العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس إحسابا، وأحسنهم وجوها، وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب الله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أنصار الله ووزراء رسول الله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله متع بماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. فقام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يونس القزع. ثم ترى الناس تأتينا ثراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا، وكانوا الرأس يقتطعوا، إنا أبينا ولم يأبلنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يقادرنا في ذاك يعرفنا، فيرجع القوم والأخبار تستمع. وكان حسان بن ثابت في هذا الوقت غائبا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه وأخبره الخبر خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: منعنا رسول الله إذ حل واصطنع على أنفراض من معد وراغم، منعناه لما حل وسط بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وغالم. وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فأجب الرجل فيما قال. فأقام حسان وجاء بهذه القصيدة التي سأسمعكم بعضها إن شاء الله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم وحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم وحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، ولا يظنون عن مولى بفضلهم ولا يصيبهم في مطمع طبعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرضيهم الطمع، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرضيهم الطمع، كم من صديق لهم نالوا كرامته ومن عدو عليهم جاهد جدعوا، أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا، إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا، ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع، ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع، خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه الطاب والسلع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إن الزعانف من أظفارها خشعوا،
لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة أرصاغها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الزرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع. فعندما فرغ حسان من هذه القصيدة قال الأقرع بن حابس وهو سيد تميم: والله وأبي إن هذا الرجل لمؤتاله، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. وما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في هذا البراز الذي كان في ميدان اللغة شعرها ونذرها أن استسلم الجميع وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم من ذلك الوقت، وهم قادة قبيلة ورؤساؤها. فجوزهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن جوائزهم، أي أعطاهم جوائز عدة. ولولا أن الوقت يطاردنا لأتيناكم بأمثلة كثيرة من جهاد اللغة، وسنفسح المجال لزملائنا ليكملوا الأنقال النقائص الكثيرة التي كانت تعتري هذا الحديث المرتجل الذي يمكن أن يكون مليئا بالأخطاء والنواقص. وأحيل الكلمة إلى زميلي الأستاذ سعد بن علسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قد أكون غنيا عن مزيد من القول بعدما قدمه الأخ الذي تقدمني بالكلام، الأخ محمد المختار، لكنني أريد أن أكمل بعض الجوانب التي وإن كانت أتى منها بالمهم فإن هنالك مزيدا مما يمكن القول فيه، خاصة ما يتعلق بمسألة الجهاد بالشعر أو الجهاد بالكلمة إلى جانب الجهاد بالسيف. فإن الكثيرين من الناس اليوم لديهم مفاهيم خاطئة عن موقف الشريعة الإسلامية مع قادتها الأوائل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزلت هذه الشريعة على لسانه، لديهم مفاهيم خاطئة عن موقف هؤلاء وموقف الشرع من اللغة ومما يتعلق خاصة بالشعر كعامل له شأنه فيما يتعلق بحفظ اللغة العربية. ويكفي أن نشير إشارة واضحة ونستشهد بمثال عابر على أهمية الشعر بالنسبة لحفظ اللغة العربية بما حصل على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان في يوم من الأيام يقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف. فقال: ما التخوف؟ وأشكل عليه معنى التخوف، فسأل الناس ولم يتيسر الجواب بسرعة لولا أن رجلا من تميم كان حاضرا فقال: التخوف يا أمير المؤمنين عندنا هو التنقص. قالوا: وما البينة؟ قال له شاعرنا يقول: تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة سفن. فلولا وجود هذا الهذلي ولولا ذلك المعنى الذي كان يحفظ في هذا الشعر لبقي بعض معاني القرآن غامضا. قلت المفاهيم البعض الآن عن بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية من الشعر خاطئة، إذ يقولون إن الشريعة الإسلامية جاء معها ركود بالنسبة للشعر، ويعللون ذلك بعلل سوف أتطرق إليها. فهم مثلا يقولون كلمة نقلها ابن سلام الجمحي أن عمر بن الخطاب قال: كان الشعر علم قوم لا علم له، ليس لهم علم أصح منه. فهو من هنا يريد أن يقول إن العرب كانوا يهتمون بالشعر لأنهم لا يجدون علما آخر، وبالتالي عندما جاء القرآن فالقرآن كفاهم، وهذا القول هو على نصيب من الصحة. لكننا إذا تقدمنا إلى بعض ما قال المؤرخون الآخرون نجد مثلا
ابن خلدون في تفسير في مقدمته يقول: إن العرب انصرفوا في صدر الإسلام عن دراسة الشعر وعن قرض الشعر لعاملين، أحدهما أن أسلوب القرآن بهرهم فعجزوا أو هم سكتوا أو خلصوا عن أن يقولوا شيئا لأنهم وجدوا المعجزة التي تحدثهم. ثم هنالك من يقول إن الشعر ضعف لأن الإسلام حط من مكانة الشعر ومن مكانة الشاعر، ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ويستدلون كذلك بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هنالك آراء أخرى أو حجج أخرى يستدلون بها، وهو أن الشعراء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد المسلمين في صدر الإسلام لم يكونوا يجدون من الأعطيات ما كانوا يجدونه من قبل، فالأموال التي كان يغدقها الغساسنة على حسان بن ثابت لم تعد موجودة في هذا العهد. وسنتعرض لهذه الأدلة واحدة واحدة حتى نرى هل هذا قول يمكن أن نعول عليه أو ما مدى صحة القول فيه. وقبل أن نخوض في هذه الأمور على التفصيل، نقول إن الإسلام جاء للأوضاع بالنسبة للمجتمع العربي وهي أوضاع فاسدة، بعضها كان لا بد من إزالته نهائيا، وبعضها كان يحتاج إلى نوع من التعديل. والشعر بما أنه هو سجل المجتمع فإنه انتابه نفس التغير الذي طرأ على المجتمع، حيث إن الإسلام قضى على بعض المظاهر فبذلك سيمحي، أو هذا ما يريد الإسلام معها. فمثلا فيما يتعلق بالشعر الإباحي، ما يتعلق بالغزل المفحش، الإسلام عالج هذه المسائل من ناحيتها الاجتماعية وعالجها أيضا من مظهرها الشعري. وفيما يتعلق بالهجو المقلع نجد الإسلام فعلا يحاول أن يقضي على الهجو المقلع، ولا نحتاج إلى أن نبين أهمية معالجة الهجو المقلع لما ينال أعراض الناس منه. وكفى دليلا على ذلك أن قبيلة كقبيلة نمير كانت من أهم القبائل العربية وأكثرها شأنا، عندما قال لها جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب ولا كلابا. وقال: قبيلة هم لا يظلمون لا يف لا يف لا يقول ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يريدون الماء إلا عشية، قبيلة هم لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يريدون الماء إلا عشية متى صدر الوراد عن كل منهل. فهنا قبيلة نمير بأسرها غيرت اسمها، ولم يعد واحد يستطيع أن يقول إنه من نمير، إنما هنالك أب كان مغمورا بالنسبة لهذه القبيلة يقال له عامر، أصبحوا يتسمون باسمه فيقولون نحن بنو عامر. فضرورة الهجر المقلع هي أكثر من أن تذكر، ولذا عالجها الإسلام. لكن الإسلام وإن كان قد منع القول في الهجر المقلع وفي الغزل المفحش الذي هو في الحقيقة دعوة، في حقيقته دعوة إلى بعض السلوك التي يباها الإسلام، فإن هنالك مجالات أخرى ازدهرت على عهد صدر الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالرثاء وما يتعلق بالمدح من أجل تأبين الشهداء ومن أجل رفع معنويات الجنود. والمثال الذي أتى به الأخ المحاضر كان دليلا واضحا على الموضوع، مسألة وفد تميم. ومسألة وفد تميم ليست من المسائل التي تذكر هكذا عابرة أو تذكرها بعض المصادر، إنما هي مسألة ورد ما يدل عليها في موطأ الإمام مالك، وذلك أنه ورد في موطأ الإمام مالك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر. نص هذا الحديث وارد في الموطأ، وهذا الحديث تكلم عليه السيوطي فقال إنه يتعلق بوفد تميم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله عندما سأل بعض الوفد عن الزبرقان بن البدر فأعجبه ما قال فقال إن من البيان السحر. حاول البعض أن يجعل من هذا دعوة إلى ترك الشعر لأن السحر هو بجانب آخر مذموم.
لكن البيان كلمة بيان تجد أنها تتعارض مع ذلك المعنى الذي يريد البعض أن يذهب إليه، لأن البيان ورد في القرآن متمدحا به في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان متمدح به، والبيان هنا الذي جعل سحرا إنما هو لتعلق القلوب به ولتذهيره بها. فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو عدم إعطائهم، نجد أن الأمثلة كثيرة مناقضة كل المناقضة لها الاتجاه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال في قصة مجيء كعب بن زهير، بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأنه كان يحرض على رسول الله ويحاول الدعوة إلى التراجع، خاصة وأن أخاه بجير كان قد دخل الإسلام، فهو يكتب إليه بأبيات معروفة لدى الجميع: ألا أبلغن بجير عني رسالة فهل لك فيما قلت ويحك، هل لك سقاك بها المأمون كأسا ردية وأنهلك المأمون بها وعلك على خلف لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. فالرسول أهدر دمه، وعندما أهدر دمه جاء إلى المسجد النبوي في وقت يريد أن يصل فيه إلى الرسول، ثم وصل إليه فقال: إنه بلغني أن من أتى إليك تائبا قبلت توبته وعفوت عنه. قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حاول بعض الصحابة أن يضرب عنقه، فأنشده قصيدته: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إذرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا غن رضيض طرفي مكحول. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزع ثوبا كان عليه، حلة ذات شأن كبير وذات قيمة، فرمى بها كعب بن زهير، فأخذها كعب، وكان لهذه الحلة أثر في إغناء آل كعب، لأنها كما تقول بعض المصادر بيعت بعد وفاته كعب ب30,000 درهم، وهو مبلغ له شأنه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه بعد غزوة حنين، نجد بعض الشعراء ياتيه فيقول، يقول بعض الأبيات التي يستدر بها عطاءه صلى الله عليه وسلم، فيرسله إلى الصحابة ويقول: اقطعوا عني لسانه. وتواترت المصادر على أنه صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ ما بين جبلين من الغنم لرجل، وبعض هذه المصادر تقول إنه كان ذلك الشعر. ثم إن قصة وفد تميم، وهي كما قلت قصة ثابتة، تدل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغدق العطاء لهؤلاء. وبالنسبة للشعر فإنه وظف في هذا العهد، وهذا أمر ينبغي الانتباه إليه، لأنه لا ينبغي تحييد الشعر من ساحة المجتمع، لأن تأثير الشعر ووصول المعاني فيه إلى قلب السامع وإلى عقله ذا شأن كبير. ولذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الشعراء، يضع لهم توجيهات محددة وذات شأن، فيقول لحسان: عليك بأبي قحافة فإنه نسابة العرب. ولذا عندما وصل شعر حسان إلى قريش قالوا: والله ما غاب عن هذا الشعر ابن أبي قحافة.